السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. حنواصل اليوم في المحتوى متاع الشابتر رقم 4 من خلال المحاضرة رقم 2. محتوى المحاضرة هذه حيكون Centroids of Common Shapes of Area and Lines، يعني حنشوف مكان وجود مركز الثقل بالنسبة للأشكال المعروفة. من بين الأشكال المعروفة يمكن تكون يعني أشكال مسطحة يعني مساحات، أو بتكون Lines. من خلال الجدول هذا حنشوف مختلف الأشكال اللي هي معروفة. حنبدأ بأول شيء اللي هي الأشكال المسطحة. أول مثال على ذلك اللي هو يعني المثلث. مثلا المثلث هذا الأبعاد متاعه B و H، طبعا حيكون دايما بالاتفاق هذا هو المحور X والمحور العمودي اللي هو المحور Y. يعني حنجيب قيم السنتر هذا، حنجيب الحداثية متاعه اللي هي X وال Y، يعني حنجيب قيمة ال X وال Y في كل حالة، وآخر شيء حنجيب المساحة. طبعا بالنسبة للسنتر متاع المثلث بتكون قيمة الاكس هي ثلث البعد على الاكس اللي هو البي. نفس الشيء طبعا من ناحية المحور واي بيكون يعني الواي قيمتها ثلث الاتش اللي هي على المحور واي، هذا ثلث من ناحية الزاوية القائمة. طبعا بالنسبة للاريا معروفة اللي هي البي اتش على 2. هنا حناخذ الحالتين اللي هي الربع الدائرة. بالنسبة لربع الدائرة يعني عنا هذه X وهذه Y، يعني قيمة X وقيمة Y. بالنسبة للX بتكون قيمتها 4R على 3 باي، اللي هي نفس القيمة 4R على 3 باي بالنسبة للY، يعني الY والX نفس القيمة. ليش؟ لأن عنا المحور هذا اللي هو منصف الزاوية هو محور تناظر، عشان كده يعني عنا نفس القيمة بتاع X والY. طبعا بما أن هي ربع الدائرة حتكون الاريا هي باي ار سكوير على 4. نمر الحين للنص الدائرة هذا اللي هو النص، يعني نلاحظ أن المحور واي هو محور تناظر. بما أنه هو محور تناظر يعني على طول الاكس بتكون 0، أما الواي قيمتها حتكون 4 ار على 3 باي طبعا، والمساحة معروفة اللي هي باي ار سكوير على 2. نمر للحين للربع الشكل هذا اللي هو شكل بويضوي. طبعا عندنا الx والy، بالنسبة القيمة بتاعت الx هي 4a على 3 باي، نفس الشيء قيمة الy اللي هي 4b على 3 باي، وهذه طبعا قيمة المساحة بتاع الشكل هذا. الحين لما نروح للنص هذا الشكل اللي هو نص شكل بويضوي، طبعا بنلاحظ أن المحور y نفس الشكل اللي هو محور تناظر، لأنه محور تناظر على طول الإكس بتكون 0، والقيمة الوحيدة اللي هي قيمة الواي اللي هي 4B على 3 باي، وهذه قيمة المساحة. لو ناخذ مثلا بارابوليك، شكل بارابوليك هذا الربع متاعه، الربع متاعه يعني عنا الإكس هذه وهذه الواي. طبعا قيمة الإكس بتكون 3A على 8، وقيمة الواي بتكون 3 اتش على 5، وهذه قيمة المساحة. لما يكون عنا النص بالشكل البارابوليك هذا بيكون عنا السنتر هذا، طبعا نفس الشيء المحور واي هو محور تناظر، بما انه محور تناظر بتكون الاكس 0، وهذه قيمة الواي وقيمة الار. الحين حنمر على اللاينس، يعني الاشكال لما تكون في شكل لاينس. هذا مثلا اللاينس هذا هو الربع متاع السيركل، يعني ربع الدائرة. بالنسبة لربع الدائرة لاحظ أنه المتوسط الزاوية اللي هو يعني محور تناظر أكيد حتكون قيمة X هي نفسها قيمة الواي اللي هي 2R على باي طبعا، والطول متاعه اللي هو باي R على 2، يعني length متاع هذا. بالنسبة للنص لما يكون عندنا النص زي ما شايفين، المحور هذا اللي هو محور Y محور تناظر، يعني على طول X بتكون قيمتها 0، والقيمة الوحيدة متاع الواي متاع السنتر هذا اللي هي قيمتها 2R على باي طبعا، والطول عفوا اللي هي باي في الR اللي هو الطول هذا متاع اللاين هذه. لما يكون عندك مثلا جزء من السيركل من الدائرة، طبعا الجزء هذا اللي هي الزاوية متاعه 2 ألفا. بالنسبة للمحور إكس بنلاحظ أن المحور إكس هو محور تناظر، يعني أكيد السنتر هذا حيكون عنده الواي 0. ليش؟ لأنه المحور إكس هو محور تناظر، القيمة الوحيدة متاعت الإكس هي قيمتها R في الساين ألفا على ألفا طبعا،
والطول اللينث هذا قيمته 2 ألفا آر. طيب هذه مختلف الأشكال المعروفة اللي يمكن نعترضها في بعض التمارين. طيب نشكركم إن شاء الله في محاضرة قادمة.